شغل منصب رئيس البرلمان العربي لفترتين رئاسيتين منذ عام 2012 وحتى عام 2016. شغل كذلك منصب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي منذ العام 2011 وللفترة الثانية على التوالي، كما تدرج في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى تقاعد برتبة عقيد مهندس. عمل في كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أمريكا والملحقية العسكرية في المملكة المتحدة لمدة 7 أعوام، حائز على شهادة بكالوريوس في هندسة الطيران ودبلوم علوم الطيران من فرنسا ودبلوم كبار مهندسي معهد القوات الجوية من مصر. هو حائز أيضا على دبلوم البروتوكول العسكري. إنه صاحب المعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. هو شخصية عربية عاشق لتراب وطنه الإمارات وللوطن العربي. هو مهموم بقضايا وشؤون وشجون وجروح الأمة العربية، بذل جهود جبارة خلال ترأسه للبرلمان العربي الموحد، وهذه الجهود عكسها بكل قوة بترأسه المجلس العالمي للتسامح والسلام، تلك المسؤولية التي تعدت حدود الوطن العربي الجغرافي لتحلق في أرجاء المعمورة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج الرواد، فقط معي أنا ماريا معلوف من واشنطن، وضيفي هو من دولة الإمارات العربية المتحدة، هو معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. معاليك مرحبا. يا أهلا وسهلا. دعنا نتعرف في البداية هذه الحلقة على المجلس، ما الأهداف من تأسيسه؟ هل هناك أجندة معينة وكيف أتت الفكرة؟ نعم، أولا أنا شكرا جزيلا على هذه الفرصة المهمة جدا والتي نلتقي من خلالها مع سعادتك لأن نتناقش ونلقي الضوء على المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه الرئيسية. نعم. المجلس العالمي للتسامح والسلام عبارة عن منظومة دولية أسست سنة 2017، مقرها الأساسي في دولة مالطا، وأخذت اعتراف من كثير من الدول وكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية من ضمنها الأمم المتحدة والبرلمان المجلس جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وكثير من البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة في الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات التي تعنى بنشر قيم التسامح والسلام. نعم. يتكون المجلس العالمي للتسامح والسلام سعادتك لو سمحتي لي من منظومتين رئيسيتين، المنظومة الأولى هي المنظومة البرلمانية أو الجهاز البرلماني والتشريعي، والمنظومة الثانية هي منظومة المجتمع المدني والتي تسمى بها الجمعية العمومية التي تضم في عضويتها ثلاث مكونات رئيسية. المكون الأول هو المؤسسات والجمعيات والمنظمات التي تعنى بنشر قيم التسامح والسلام. نعم. المنظومة الثانية هي الجامعات ومراكز البحوث، ولدينا فيها كلام كثير سوف نتكلم عنه إن شاء الله. والمنظومة الثالثة الشخصيات المستقلة، فهذه الثلاث منظومات أو 3 units تكون الجمعية العمومية للتسامح والسلام. الهدف الرئيسي سيدة الفاضلة هو نشر قيم التسامح والسلام، تسليط الضوء على أهمية التسامح والسلام في العالم والحاجة الماسة لحل كثير من الخلافات من بوابة التسامح والسلام. لماذا تم اختيار مالطا كدولة تأسيس هذا المجلس وليس الإمارات العربية المتحدة؟ بالواقع مالطا من الدول المهمة جدا في حوض البحر المتوسط، ولمال مالطا من تاريخ يعني ممكن أن يكون مفيد لمنظومة التسامح والسلام ووجودها بين الشرق والغرب، وجودها بين أوروبا وبين شمال أفريقيا والعالم العربي، أعطتنا يعني تصور بأن يكون المكان هذا مكان استراتيجي. بالإضافة إلى السبب الأكيد والأهم من هذا كله، استقبال المالطيين للفكرة وترحيبهم بأن يكون المجلس العالمي للتسامح والسلام مقرها الأساسي في مالطا، وحصلنا على وثيقة عمل معترف فيها من البرلمان المالطي ومن قيادة البرلمان المالطية ومن المنظومة الدبلوماسية وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، منحت المجلس العالمي للتسامح والسلام يعني صفة قانونية وصفة دبلوماسية وحصانات أيضا دبلوماسية وأمنية تخدم وتعطي
دفعة للمجلس العالمي أن ينطلق من خلاله. معاليك، هل هناك نشاطات يمكن أن تذكرها لنا لعام 2021؟ وما هو ملخص العام الماضي في أهم وأبرز يعني الفعاليات التي قمتم بها؟ سيدتي اسمحي لي أن ألقي الضوء على ال5 سنوات التي مرت في عجالة جدا. المجلس العالمي للتسامح والسلام ومنذ تأسيسه أقر في نظامه الأساسي أن تكون هناك 3 جلسات برلمانية كل سنة، وتكون جلسة للجمعية العمومية. نعم. عقد المجلس العالمي للتسامح والسلام جلساته البرلمانية في دولة المقر، دولة مالطا، وبدأنا بآلية الألفابيتيكال أو الحروف الأبجدية لرئاسة البرلمان على أن تعقد الجلسات في هذه الدول. عقد الجلسة الأولى أو عقدت الجلسة الأولى في مالطا، ثم الجلسة الثانية في ألبانيا، ثم الجلسة الثالثة في الأرجنتين، ثم الجلسة الرابعة في أثيوبيا، ثم الجلسة الخامسة في كوستاريكا. كل الجلسات سيدتي الفاضلة عقدت في برلمانات هذه الدول، وحضرها رؤساء هذه الدول أو من ينوب عنهم كرئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس برلمان هذه الدولة. أقرت في هذه الجلسات أعمال لجان المجلس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتسمية اللجان، والعمل من خلال هذا البرلمان لنشر قيم التسامح والسلام. تركزت أو تلخصت هذه الجلسات في الفترة الماضية إلى ما قبل 2020، أنا سوف أعود لك سيدتي الفاضلة، ولكن تلخصت في التسويق لهذا البرلمان من خلال حصولنا على العضوية مع الاي بي يو أو الاتحاد البرلماني الدولي، حصول عضويتنا مع كثير من البرلمانات الوطنية، بالإضافة إلى البرلمانات الإقليمية مثل بان أفريكان على سبيل المثال. الآن نحن كذلك في إطار توقيع مع البرلمان العربي. كل هذه الأعمال نتجت أو رشحت من خلال أعمال البرلمان والبرلمانيين في نشر هذه الثقافة، لأن هذا كيان جديد أو مولود جديد تبنى الأمم المتحدة ومشى على نهج رؤية الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس، ومن خلالها تم كان لزاما علينا أن نعرف الناس بهذا العمل. سنة 2020 سيدتي الفاضلة وهي سنة يعني كان فيها تحديات كثيرة بأسباب جائحة كورونا، وتعطلت كثير من الأعمال على مستوى العالم بصورة عامة. نحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان الدولي لم نتوقف عن العمل، وبادرنا من خلال تواصلنا مع شركائنا وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام لتقديم دعم مادي ومعنوي. شكلنا لجنة مصغرة من البرلمانيين لدراسة أحوال بعض الدول، ودعينا العالم ودعينا كثير من الدول لأن تقدم الدعم اللوجستي والدعم المادي لهذه الدول. وأيضا من المجلس قدمنا ما يخدم أعضائنا وشركائنا على حسب إمكانياتنا طبعا، ولكن قدمنا ما يعني يشرف المجلس العالمي للتسامح والسلام عند أعضاء أو عند يعني المقربين والمحتاجين في الدول. أيضا طال عمرك في هذه في هذا التحدي الكبير والإشكال الكبير، وجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك إقبال، وتلقينا رسائل من برلمانات وطنية ومنظمات دولية تطلب أن تكون جزء من هذا المجلس وأن تساعد في تسيير عجلة المجلس لنشر قيم التسامح والسلام. معاليك، هل يمكن اعتبار، سؤال أخير بهذا المحور، أن هذه المبادرة هي إماراتية، أو ما دور الإمارات بتلك الأعمال أو هذا المبدأ الذي معروف أن الإمارات تهتم بنشره، يعني كل ما يتعلق بالإنسانية؟ أنا أشكرك على السؤال. في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة دولة القيم والتسامح والسلام، لها باع كبير في هذا المجال، ولكن دولة الإمارات عضو في هذا المجلس. الإمارات سهلت يعني
سهلت مهمة المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر قيم التسامح والسلام والالتقاء مع كل الفرقاء وكل الشركاء. نحن في المنظومة الدولية، إذا كنا نتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن يعني جزء من هذه المنظومة الدولية. ولكن بما يخص المجلس العالمي للتسامح والسلام، لما لدولة الإمارات العربية المتحدة من سمعة، خصوصا من دولة الإمارات أسسها الشيخ زايد رحمة الله عليه، الذي هو يعتبر الأب الروحي لدولة الإمارات والوالد لدولة الإمارات، ورجل عرف عنه بالتسامح في أحلك الظروف التي مرت بها المنطقة بصورة عامة. أيضا دولة الإمارات لديها أول وزارة شكلت وزارة التسامح، ولكن المجلس هذا مجلس دولي سيدتي الفاضلة، أسس من خلال 9 ناشطين على مستوى العالم، هم المجلس التأسيسي لهذا الكيان، وهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأرجنتين ومن مصر ومن جزر القمر ومن دولة الإمارات ومن الهند ومن أندونيسيا ومن ألبانيا ومن مالطا. هؤلاء هم المؤسسين. اسمحي لي سيدة الفاضل بأن أعود فقط إلى 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 موضوع مهم جدا من أنشطة المجلس التي يعني ذكرتيها. أيضا في 2021 في ظل أيضا التحديات المهمة التي مر عليها المجلس، نحن عقدنا جلسة للجمعية العمومية، وعقدت في مالطا بحضور رئيس الدولة وحضور مكونات من المنظومة الأكاديمية، أكثر من 35 جامعة وقعنا معهم اتفاقيات وتم التنسيق على أن يعني تصمم هذه الجامعات برامج للماجستير والدكتوراه، واعتمد المجلس العالمي للتسامح والسلام تقديم المنح الدراسية لمن يرغب في دراسة في الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في التسامح والسلام على نفقة المجلس في هذه الجامعات، وهي جامعات عالمية ممكن أن نذكرها لاحقا. معنيك هذا إنجاز عظيم طبعا. بالنسبة لزيارة البابا فرانسيس للعراق، أثنى عليها ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وكذلك هناك تصريحات خرجت من الإمارات تثمن هذه الزيارة، وأنتم صرحتم بأنه قلت أنها بداية أمل في إعمار العراق وتدعمون تلك الزيارة المهمة. هل تريد أن تضيف شيء هنا في هذا الإطار؟ في الواقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد متواجد دائما في المحافل التي تدعو إلى السلام وإلى التسامح وإلى التنمية، فهذا ليس بغريب على دولة الإمارات. نعم، زيارة البابا فرانسيس للعراق زيارة تاريخية وزيارة مهمة جدا، استكمالا في تصوري أنا إلى الرؤية الشاملة التي بدأت من دولة الإمارات العربية المتحدة في من خلال توقيع معاهدة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع قداسة البابا فرانسيس في أبوظبي في فبراير 2020، وكانت يعني كانت بمثابة المظلة الرئيسية التي تبنى عليها أواصر المحبة والأخاء بين كل مكونات المجتمع. زيارة البابا فرانسيس الأخيرة إلى العراق زيارة مهمة جدا ونحن ندعمها، ورشح أيضا عن هذه الزيارة تسمية 6 مارس في العراق ليوم التسامح، ويعتبر يوم رمزي في العراق. نحن بما بكل آلياتنا وكل إمكانيات المجلس العالمي للتسامح والسلام ندعو لذلك. نعم، العراق وكثير من الدول في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب تحتاج إلى 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 الجلوس وإلى الهدوء وإلى يعني تسخير مكونات هذه الدول ومكونات المجتمع لخدمة الإنسانية بدلا عن أن تكون في مكان آخر. معاليك طبعا 8 من مارس هو يوم المرأة العالمي، وللمجلس العالمي للتسامح والسلام رأي في أن المرأة هي جزء من أو تشكل هي من أهم أدوات قاطرة السلام والتسامح في المجتمعات. هل تريدون أن تضيفوا أي معلومة هنا في هذا الشأن، وكيف احتفلت الإمارات في هذا اليوم العالمي؟ بالواقع احتفل العالم بأسر بهذا اليوم،
لما للمرأة بندور متميز، لا أريد أن أقول مهم، فالمرأة أهم من أن تكون مهم. لما للمرأة من حضور، وفعلا يعني نجد المرأة ونجد الأم والبنت والأخت والزميلة متواجدة في كل المحافل الدولية وفي كل المناصب. دور المرأة دور أقرتها الأديان قبل أن يقرها الناس. دور المرأة يعني محفوظ في التاريخ منذ بداية الخليقة. الآن نحن نعمل مع شركائنا ومع كل من لديهم إمكانيات لتعزيز هذه الأدوار للمرأة وإشراك المرأة من خلال النجاحات التي قدمتها ومن خلال نجاعة العمل التي تقوم به المرأة، مع التركيز ومع تسليط الضوء على دورها كأم وكربة بيت، وهي من تصنع المجتمع من داخل البيت بالإضافة إلى عملها خارج المنزل. المرأة في كل المجالات، لذلك يقال أن المرأة هي نصف المجتمع. أنا في تصوري أو إيماني بأن المرأة هي كل المجتمع، فهي من يعني تبني من داخل البيت، من اليوم الأول لهذا المولود أو لهذا الطفل أو الطفلة، إلى أن يعني آخر يوم في تجديد المرأة لها دور. فنحن يعني نشيد بدور المرأة ونتمنى لها التوفيق ونكون مساعدين إن شاء الله. معالي أحمد الجروان، أشكرك على مشاركتنا هذه التجربة القيمة، كل التوفيق لك. رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، شكرا لوجودك معنا. أنا أشكرك جدا جدا على هذه الفرصة المهمة جدا، ونتمنى إن شاء الله نكون متواصلين في المستقبل. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، ألتقي بكم في حلقة جديدة وضيف جديد. لا تنسوا أن تتابعونا عبر تويتر @بلارقيب وإنستغرام مريم معلوف، وأيضا تسجيل النوتيفيكيشن والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.